ديزني اللي قررت أنها تتوقف عن دفع رواتب 100,000 موظف من أجل توفير 500 مليون دولار شهرياً. مثل ما بنعرف تم إغلاق منتزهات ديزني حول العالم تحديداً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حرصاً على سلامة الزوار وأيضاً الموظفين، ولكن للأسف هذا كان له تداعيات سلبية بشكل كتير كبير، منها أنه هذا الأسبوع قررت والت ديزني أنها رح تتوقف عن دفع رواتب لأكثر من 1,000 موظف من هذا الأسبوع، أي ما يقارب نصف قوتها العاملة، في الوقت اللي عم تحاول فيه أكبر شركة ترفيه في العالم تجاوز تداعيات فيروس كورونا. وسيؤدي تعليق دفع الأجور إلى توفير 500 مليون دولار شهرياً. طبعاً أدى الإغلاق الكامل في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إلى تعليق عمل آلاف العاملين في الشركة، تحديداً في خدمات المنتزهات الترفيهية والفنادق لمدة 5 أسابيع حتى هي اللحظة. قامت والت ديزني الشهر الماضي بجمع تسهيلات ائتمانية جديدة وفرت للشركة من النقد حوالي 20 مليار دولار يمكن طبعا الاعتماد عليها في حالة الانكماش الاقتصادي. وأيضا إلى جانب تخفيضات التكاليف رح توفر ديزني حوالي 500 مليون دولار شهريا، نظرا إلى أنه العمالة تبع ديزني بتمثل حوالي 45% من نفقات التشغيل و 33% من إجمالي النفقات. مثل ما عم نشوف عم تضطر حتى كبار الشركات بأنها يا أما تسرح عمال أو توقف نشاطاتها وغيرها. ولكن أنا اللي لفتني أنه بدولة الإمارات مثلا مراكز ماجد الفطيم اللي تحتها وتحت مظلتها بيجي فوكس سينما ما سرحت العاملين والموظفين تبعها، بالمقابل عملت خطوة جدا رائعة وأنا صدقا بحييهم عليها، واللي هي الموظفين العاملين في فوكس سينما وهلأ طبعا مع قرارات إغلاق السينما أكيد رح يكونوا عاطلين عن العمل وما عم بيضيفوا شيء للشركة اللي هن فيها، فبدلا من تسريحهم من وظائفهم ويحافظوا على وظائفهم فصاروا يشتغلوا بكارفور السوبر ماركت المعروف في مراكز ماجد الفطيم واللي هي كتير كبيرة واللي عليها ضغط بشكل كتير كبير، لأنه طبعا الناس عم تتجه لحاليا للحاجيات الأساسية والغذائية والتموينية. فبالتالي هيك نوع من الخطوات في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها بتوقع ممتازة جدا، سواء كان للموظفين وحتى للشركات لحتى ما يضطر الواحد انه يسرح العمالة تبعه.